اكتوبر ونوفمبر اسرائيل استطلعت الجبهه كلها، وفي الاسبوع الاخير من ديسمبر سابت ابو سلطان، ورغم كده ضربتها. وعشان يضربوا القاعده لازم يكون عندهم معلومات دقيقه عنها. معنى كده ان المعلومات دي وصلت اسرائيل بطريق مباشر او غير مباشر. دي مسألة في منتهى الخطورة. هدف إسرائيل الأول تحطيم قواعد الصواريخ. معنى كده إن أي حرب جاية النصر هيبقى فيها مستحيل. لازم نعرف مين اللي بلغهم وبسرعة. مفيش قدامنا غير الناس اللي نجوا من ضرب القاعدة. شوف الناس دي يا طارق، وما تنساش الإجراءات القانونية. Vous êtes toujours à l'heure. Toujours. Un drink? Volontiers. Allô? Madeleine, comment vas-tu? لا ده انا لسه جايه من السربان. اويتر با مالك اروار. مين مدلين دي؟ دي واحده صاحبتي. ما اعرفش عنها حاجه. هو انت لازم تبقى عارف عني كل حاجه يا حلوه؟ كل حاجه في حياتك بالنسبه لي مهمه. امال احميك ازاي؟ منتظره تليفون من حد؟ طلبت مكالمه لتونس الصبح وميعادها دلوقتي. في اخبار من بابا؟ صحته مش كويسه. الو 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 عبله، اهلا يا بنتي. ازيك يا بابا؟ وحشتني قوي. انا كويسه، المهم انت مش عايز حاجه من هنا؟ طب اديني اسمه. ثانية واحدة. أيوة ده دواء إنجليزي، هجيبهولك يا بابا. ما يهمكش. أبعته إزاي؟ ما يهمكش يا بابا، هيوصلك. ابقى اكتب لي يا بابا عشان أطمن عليك. مع السلامة. مع السلامة. بنتي عبلة بتدرس في السربون، تحضر للدكتوراه، هتبقى أستاذة. وإيه أخبار ماما؟ معرفش عنها حاجة. مش ناوية تزوريها؟ أنت عايزني أسافر مصر؟ إحنا محتاجين لمعلومات. عن إيه؟ لازم نعرف مصر ناوية تحارب ولا لأ. وانا اعرف ازاي؟ بالمعلومات العسكريه. ودي اجيبها منين؟ من صبري. صبري؟ تقدري؟
تفتكري هيوافق يشتغل معانا؟ بس خلي بالك، لازم تكوني في منتهى الحذر وانتي بتفتحيه. انا عارفه اخرتها. مش فاهم قصدك ايه. انت عارف لو انكشفت يبقى شنقه. شوفي يا عبله، انت بتشتغلي مع اذكى جهاز مخابرات في العالم، يعني مش ممكن تنكشفي ابدا. محمود علي اسماعيل، 48 سنة، متزوج وله ولدين، متدين، معروف بالاستقامة، ليست له هوايات أو ميول سياسية. وديع ويصى داوود، 36 سنة، أمين مخازن، أعزب، دائم الاستدانة، يشرب الخمر، عضو في نادي الصيد. نادر حسن الشرقاوي، 24 سنة، مساعد مهندس، متزوج حديثا ومقام، له صديقة تعمل في ملهى ليلي. صبري عبد المنعم، 35 سنة، مهندس تنفيذي، أعزب، يحب عمله جدا وضعيف الشخصية، منطوي على نفسه. صابر حسن جمعة، 51 سنة، ملاحظ عمل، متزوج، له ثلاثة أولاد وبنت، متدين، يهتم ببيته جدا. دي نتيجة البحث طول المدة اللي فاتت. مفيش شبهة على أي حد منهم. مفيش أثار. إيه أخبار الدياف؟ مفيش جديد. لازم نعرف مين اللي قال لهم. معقولة تليفونات دي يا ماما؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ مش بشتغل يا ماما. دول لازم مبسوطين منك قوي. ربنا يوفقك يا حبيبتي. الو منى، حذري مين اللي بيتكلم. الله يسلمك. النهارده الصبح دكار مستنياكي. منى حمد الله على سلامك.